الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير السلاسل الزمنية الدرس الأول فيها Time Series، أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي، لكن تذكروا بأن هذا الموضوع سيحتاج منا إلى تسجيلي على الأقل بين 7 إلى 10 مقاطع، وهذا هو المقطع الأول أو الدرس الأول، وعلى بركة الله نبدأ. تعرف السلسلة الزمنية Time Series بأنها مجموعة من المشاهدات أو Observations المتتالية، هنا كلمة السر المتتالية، التي تقع خلال فترات زمنية متعاقبة. سميت سلسلة زمنية أو Time Series لأن الفترات الزمنية متعاقبة. من الأمثلة عليها، على السلاسل الزمنية المقصود، البيانات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية. لاحظوا أني أنا وضعت بالأحمر اللون الذي يشير إلى الزمن، يومي، أسبوعي، شهري، سنوي أو أي لحظة. فالبيانات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية التي يمكن رصدها عن ظاهرة ما قابلة للملاحظة، هذه الظاهرة والقياس. وتنشأ هذه الظاهرة، طبعا سلاسل زمنية تنشأ في الطبيعة حولنا بأشكال متعددة، نذكر منها على سبيل المثال الأشكال الثلاثة التالية. أولا السلاسل الزمنية الاقتصادية، سموها Economic Time Series، ومثال عليها سلاسل أسعار السلع والأسهم وقيم المستوردات والصادرات والإنتاج الصناعي والاستهلاك والرقم القياسي للأسعار والإنتاج وعرض النقد بأشكاله المتعددة والودائع لدى البنوك وما شابه. طبعا كل هذه الأرقام أو البيانات أو الكميات خلال فترات زمنية متعاقبة، كأن نقول يوميا، يعني خلال 12 ساعة يوميا أو أسبوعيا 5 أيام بالأسبوع أو 25 يوم شهريا أو 350 يوم بالسنة أو مثلا 20 سنة متتالية وهكذا. النوع الثاني، مثال على السلاسل الزمنية الاقتصادية، هنا النقد بيد الجمهور. هذه المعلومات أخذتها من البنك المركزي، وقمت يعني البنك المركزي الأردني من سنة 1995 إلى 2010، قمت برسم يعني الحصول على هذا الرسم البياني على برنامج الإكسل، بين سنة 95، 2002، 2010 وهكذا. فلاحظوا لأنه هناك زيادة مستمرة بالنقد بيد الجمهور، الدنانير والمسكوكات المعدنية من العملة الأردنية بيد الجمهور الأردني كمثال. النوع الثاني من السلاسل الزمنية، السلاسل الزمنية السكانية Demographic Time Series، وهي بيانات عدد السكان خلال السنوات المتعاقبة في دولة ما، وتشمل توزيع السكان بين الذكور والإناث والهيكل العمري وتركز السكان في المناطق الجغرافية وما شابه. وهذا الآن رسم بياني آخر، توضيح بياني على السكان من 2005 إلى 2019. لاحظوا لي دائما يعني في عندي اتجاه بالزيادة باتجاه بعدد السكان. نتابع الآن. ثالثا السلاسل الزمنية المعبرة عن حدث ما، سموها Point Process، ومثال عليها السلاسل الزمنية التي تمثل الحوادث على الطرق أو حوادث اصطدام القطارات أو حوادث سقوط طائرات الركاب المدنيين. وعلى ما تمثل مثل هذه السلسلة على شكل خط مستقيم كما في الشكل الآتي. هذا الآن الخط المستقيم، لاحظوا لي عبر الزمن، فهنا عند هالفترة الزمنية هنا وقع حادث واحد، هنا لاحظوا الفترات الزمنية تكاثفت فيها عدد الحوادث مثلا أو الحالات أو الليش المعبر عنه الحدث، وهنا مثلا حدثان، هنا حدث واحد وهكذا. على سبيل المثال يبين الشكل أدنى عينات عشوائية من حوادث الطرق التي وقعت في الأردن خلال الفترة 1985-2010. لاحظوا الآن تكاثف هنا، يعني في الفترة بين 1985-1990 لاحظوا كثافة الحوادث، خفت من سنة 1990 أصبحت يعني تكرارها قليل، ثم هنا تكاثفت، ثم تكاثفت هنا وهكذا، إلى أن نصل يعني هذه الفترة بين سنة 2000 وسنة 2010 أو العام 2010 تكاثفت هنا، خفت شوية أو قلت وهكذا. فالآن هاي Point Process بسموها السلاسل الزمنية المعبرة عن حدث ما. نتابع. يقال عن السلسلة، أنا أعتذر، السلسلة المقصود فيها سلسلة هنا خطأ طباعي،
السلسلة الزمنية بأنها متصلة continuous. السلسلة الزمنية يقال عنها بأنها متصلة continuous إذا نشأت مفرداتها أو مفرداتها بشكل متصل زمنيا. لاحظوا لي ما فيش يعني فاصل يعني الثاني وراء ثاني يوم وراء يوم يعني متتابع. ومرات نسميها متقطع discrete إذا نشأت مفرداتها بشكل متقطع خلال الفترات الزمنية المتعاقبة. يمكن في جميع الأحوال اعتبار السلسلة الزمنية متصلة حتى ولو نشأت مشاهدات فيها بشكل متقطع أو اعتبارها متقطعة حتى ولو نشأت مشاهدات فيها بشكل متصل زمنيا. إذا يعني فقط حتى يعني يكون الباحث على علم واطلاع وعنده المصطلحات المناسبة بسمه continuous time series أو discrete time series، إما بتكون سلسلة زمنية متصلة أو سلسلة زمنية متقطعة. يمكن قراءة عدد من المشاهدات خلال فترات متقطعة اللي هي متقاربة أو متباعدة للحصول على عينة سلسلة بسموها سامبل سيرز، على عينة سلسلة أو سلسلة من عينة. ويمكن تجميع أجريجيت، هاي تجميع عدد من المشاهدات مكونة للسلسلة الزمنية للحصول على سلسلة متقطعة. ومثال عليها تجميع قيم الاستهلاك، هنا يعني كيف نجمع قيم الاستهلاك الشهرية مثلا للحصول على قيمة سنوية نهائية للاستهلاك. أوكي؟ نتابع. الهدف من دراسة السلاسل الزمنية، يكمن الهدف في دراسة السلاسل الزمنية في واحدة أو أكثر من الحالات التالية. الحالة الأولى الشرح والوصف. قد يحتاج الباحث أو صاحب القرار أو الشخص بيقدم يعني تقرير يحتاج إلى شرح ووصف حيث تمثل المشاهدات في صورة بيانية لمعرفة سلوكها عبر الزمن. الثاني التنبؤ prediction، يعني هنا explanation and description، هنا التنبؤ اللي هو prediction. يمكننا بواسطة آليات التحليل المناسبة التنبؤ بقيم مستقبلية غير معروفة في البيانات المتاحة الراهنة. وأخيرا الضبط والسيطرة اللي هو control. هذه غريبة جدا على الباحثين الاقتصاديين لكن أرجو التدقيق بالمعنى. مقصود فيها هي حالة يمكن بواسطتها ضبط سلسلة ما من مجرد معرفة سلوك سلسلة أخرى. كيف ذلك؟ مثال على ذلك، لو افترضنا بأن السلسلة Y هذه تمثل سلسلة الأسعار المجمعة aggregate price، وهي مرتبطة نظريا بالسلسلة XT التي تمثل الطلب على النقد. يمكن بناء على ذلك معرفة سلوك X sub T والسيطرة عليها نظريا. يعني البنك المركزي أو السلطة النقدية المركزية تستطيع الآن إذا تعرضت على شكل الآن هاي الأسعار المجمعة أنها بارتفاع فأنها تقلل من عرض النقد حتى تكبح جماح التضخم. فلاحظوا لي الآن الثلاث، الآن الشرح والوصف، التنبؤ prediction، الضبط والسيطرة الكنترول. نتابع طرق التعامل مع السلاسل الزمنية. تنحصر آليات التعامل مع السلاسل الزمنية في ثلاث طرق رئيسة. أولاً الطريقة الوصفية descriptive method، أي رسم صورة بيانية للمشاهدات وذلك البحث عن اتجاه معين للبيانات والتذبذبات الموسمية فيها. ثانياً طريقة التحليل في المجال الزمني بسمه time domain analysis. هذه هي أهم يعني طريقة للتعامل معها، لكن يجب أن يعني نتعرف على الطرق بشكل عام، لكن هذه أهم طريقة تحليل في المجال الزمني أو time domain analysis. تقوم هذه الطريقة على تحليل واستعمال ما يسمى دالة الارتباط الذاتي autocorrelation function التي تزودنا بمعلومات هامة عن كيفية نشوء وتطور السلسلة الزمنية عبر الفترات المتعاقبة. ثالثا طريقة التحليل الطيفي spectral analysis. هذه الطريقة متقدمة جدا، قل ما يعرف عنها الاقتصاديون وبيعرف عنها علماء الفيزياء والكهرباء وما شابه، لكن إن شاء الله سأشرح عنها مقطع كامل بإذن الله. هذه أو ما تسمى بشكل عام التحليل في المجال الترددي frequency domain analysis، وفيها ينظر إلى السلسلة بأنها تتكون من مركبات components مختلفة، هي الاتجاه trend اللي هي يعني مركبات الأجزاء التي تكون السلسلة الزمنية. هي الآن الاتجاه trend والدورة cycle T والتذبذبات الموسمية اللي هي S seasonal fluctuations والتذبذبات غير المنتظمة أو العشوائية
اي اللي هي irregular or error irregular component. نتابع. نقيس في المجال الزمني كم الوحدات في المجال الزمني، نقيس كم الوحدات الزمنية، كم يعني عدد الوحدات الزمنية التي تستغرقها الظاهرة تحت الدراسة حتى تتحقق تتحقق، وكيف تؤثر كل مشاهدة عبر الزمن بالمشاهدات القريبة والبعيدة عنها. أما في المجال الترددي frequency domain أو spectral analysis domain فنقيس سرعة أو بطء الظاهرة تحت الدراسة وتذبذبها وتكرارها عبر الزمن. على سبيل المثال نقول بأن إنتاج شيء ما يستغرق 24 ساعة في المجال الزمني، في حين أن عدد الأشياء التي تم أو أنتجت، يعني عفوا هذه خطأ طبيعي هنا، التي أنتجت خلال تلك الفترة الزمنية هي ما حدث في المجال الترددي. هنا frequency، هنا time domain، هنا frequency domain. هذا الآن الشكل التوضيحي، لاحظوني الآن في ثلاث أبعاد. هنا الآن عندي الترددات، هذه مجال الزمن، هنا مجال الزمن والترددات. هنا لاحظوني يعني كيف تختلف الآن من حالة إلى أخرى عبر الزمن والترددات عبر الزمن. التقدير في المجال الزمني estimates in the time domain. time domain عادة ما يتم تفكيك أو decompose بسميها السلسلة الزمنية إلى أربع مركبات أساسية. هذه المركبات مجتمعة ومفردة هي مصدر التغير الأساسي في أي سلسلة زمنية. وكذلك الأمر بالمناسبة المركبات نفسها، هذه المركبات الأربعة التي سأذكرها ذكرتها قبل قليل، تأتي في المجال الترددي كذلك الأمر، فلا لا فرق. المركب الأول مركبة الاتجاه trend component تعرف بأنها التغير الحاصل في متوسط قيم السلسلة في الأمد الطويل. المركبة الدورانية هي يعني الجزء الثاني بسموها cyclical component تعرف بأنها التذبذبات الحاصلة في السلسلة الزمنية حول خط الاتجاه وتمثل المراحل المتعاقبة في التوسع والانحسار. المركبة الموسمية seasonal component تعرف بأنها التذبذبات التي تحصل خلال فترات زمنية متشابهة وتستقر حول قيمة معينة من سنة إلى أخرى. إذن هذه مركبة الاتجاه اللي هي التغير الحاصل في متوسط قيم السلسلة في الأمد الطويل. المركبة الدورانية تعرف التذبذبات بأنها التذبذبات الحاصلة في السلسلة حول خط الاتجاه تمثل مراحل متعاقبة من التوسع والانحسار. والمركبة الموسمية التي تحدث خلال فترات معينة إما تصعد أو تنحسر تعرف بأنها التذبذبات التي تحصل خلال فترات زمنية متشابهة، كأن نقول مثلا أيام الصيف أو أيام الشتاء أو الأعياد، وتستقر حول قيمة معينة من سنة إلى أخرى. الأخير المركب العشوائي غير المنتظمة error أو irregular components تعرف بأنها ما تبقى من السلسلة بعد إزالة الاتجاه والمركب الدوراني والمركب الموسمية. الآن لدينا شكلان. أنا الآن لاحظوا لي السلسلة الزمنية تتعاقب تتناوب بالصعود والانخفاض والصعود ثم الانخفاض. هذا الآن الخط أو المنحنى الأحمر السميك هو الاتجاه ترند. وهنا الآن الدورة، لاحظوا لي الدوران اللي هي المركبة الدورانية سيكليكال كومبوننت، لاحظوا الآن كيف تتذبذب القيم حول خط الاتجاه. أوكي. والآن هذا الشكل الثاني بيعطينا على سبيل المثال استهلاك المشروبات الغازية في الفترة الزمنية. هنا لاحظوا لي ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض. ربما الآن قصدنا أنه يرتفع خلال فترة الصيف والأعياد، ينخفض خلال موسم الشتاء والبرد والصقيع وما شابه وهكذا. لاحظوا لي فالاتجاه متصاعد، لكن لاحظوا لي أنه في تذبذب اللي هي الاستهلاك، يعني cyclical component. هذه في معظم الحالات تعالج السلسلة الزمنية كي تصبح مستقرة. ما المقصود بالاستقرار أو ثباتها أو stationary أو stationarity؟ المعنى نفسه يعني نريد أن تصبح السلسلة stationary series أو سلسلة مستقرة. يقصد بذلك غياب أو إزالة التغير المنتظم في متوسطها اللي هو الاتجاه،
وغياب أو إزالة التغير في تباينها مع الزمن، ما يتضمن إزالة الاتجاه والتغير الدوري من السلسلة. هذا الآن الشكل بيان هذه السلسلة عادي، لاحظوا لي ارتفعت وانخفضت ثم ارتفعت وهكذا، لكن الاتجاه معروف بأنه الآن في هبوط. يجب علينا أن نزيل هذا الاتجاه، طبعا في طرق معينة إن شاء الله في المقطع الثاني سأبينها. هاي الآن سلسلة مستقرة حول قيمة معينة، لاحظوا الصفر هنا، لاحظوا الصفر، فلاحظوا ارتفاع قليل انخفاض قليل ارتفاع قليل وهكذا، لكن يعني من النظر ندعي بأنها سلسلة مستقرة. المقطع القادم بإذن الله سيكون بإذن الله تعالى تحت عنوان السلاسل الزمنية، الجزء الثاني منها، راجيا أن أكون قدمت الفائدة العظمى لكم على الأقل كمقدمة. هذا هو الدرس الأول في السلاسل الزمنية، وإلى لقاء آخر بإذن الله حول الجزء الثاني من السلاسل الزمنية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.